السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب في الله، يعني قد استمعنا هذه الآيات التي تليت من سورتي المطففين وسورة الطارق. ورب العباد ذكرنا فيها بأمر جلل، فبدأ السورة بوعيد شديد، فقال تعالى: ويل للمطففين. والويل قيل وادي في جهنم، وقيل وعيد شديد. للمطففين كل من كان بمكيالين مع الناس ومع نفسه، فهذا موضع المكيالين غالبا. لذا صرحت الآيات: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف ليس خاص بالماديات وحدها كما يصرفه كثير من الناس عندما يسمع الآية، بل التطفيف عام يشمل الماديات والمعنويات. فالذي يبرر لكل ما يقع منه من أخطاء ثم لا يعذر أحدا فيما يخطئ، يعني إن أخطأ هو برر نفسه، وإن أخطأ غيره جلده وعظم جرمه، وإن أخطأ في حق غيره حمل الغير على التبرير له. كما بررت لنفسك أنت مطالب بتبرير كل إخوانك، وكما التمست كل عذر لنفسك أنت مطالب بالتماس العذر لكل إخوانك. فإن فعلت غير ذلك فأنت من المطففين. التطفيف في كل شيء. الذي لا يحسن معاملة الناس من حوله، زوجته وأولاده وإخوانه، ثم يطالب الكل بالإحسان إليه في المعاملة، لا يحسن ويطلب من جميع الإحسان، هذا لون من التطفيف. ألوان التطفيف لا تعد ولا تحصى. فكل من قاس في حياته بمقياسين، ما يخصه جعل له مقياس، وما يخص غيره جعل له مقياس آخر، هذا لون من التطفيف. ولذا جاء نص القرآن يطالبنا بعكس ذلك. قال تعالى: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبها بدأ. أو الوالدين، فكم من إنسان يبرر لوالديه جرائمهم نحو زوجته، ولا يبرر لزوجته أي خطأ نحو والديه، هذا تطفيف، وغيره كثير. لذا يقول: ولو على أنفسكم. يبقى أول ما يدفع الإنسان للتطفيف نفسه، يود أن يبرر لها كل شيء والتمس لها العذر في كل شيء، فإن عامل غيره لا شيء من هذا يستعمله. وكذلك مع والديه، أقرب الناس إليه، وإن أخطأوا وإن أجرموا وإن ظلموا يبرر لهم فعلهم. ده أبوي أعمل إيه، ده أمي أعمل إيه، تعمل إيه، تنصح، توجه، تنقذه من ظلمه، لأن تركه على ظلمه عذاب له. كيف ترى أبيك يفعل ما يعني يدفعه للنار دفعا وأنت تتركه وتدعى أن هذا من بره؟ لا، ليس من بره، إنما بره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: عرفنا كيف ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالم؟ قال: بمنعه من ظلم. يبقى نصرة الظالم ولو كان أقرب الناس إليك بمنعه من ظلم، بمنعه من ظلم. نصرة المظلوم معروفة، إزاي ترفع الظلم عنه، إزاي تدفع الظلم عنه، هذا أمر بين. ولذلك الصحابة قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، مسألة مسلمة، لكن كيف ننصره ظالما؟ وده كان جديد بالنسبة للصحابة. قال: تمنعه من ظلم.
فمنع كل ظالم من ظلمه ولو كان أقرب الناس إليك، نفسك، أبوك، أمك، أقاربك، عمك، خالك، كبير العائلة، شيخ القبيلة، رئيس الدولة كما فعل الناس الآن، يبرر لرئيس عشان دولته ومن بلده، فيبرر لرئيس دولته كل مظالمه حتى يظهر له صورة حسنة أمام أي دولة أخرى أو شعب آخر تحت دعوة إن دي بلدنا وليست بلدكم. سلامات. من وضع حدود هذه البلاد إلا أعداء الله؟ يا أخوان هذه كارثة، هذه كارثة، بل هي الجاهلية التي وضعها النبي تحت قدميه صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع ليعلم الأمة بهذه الحقيقة. فجمع لنا خلاصة الدين وأخطر ما نحتاج إليه في حياتنا، وكان منهم ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله بلا استثناء تحت قدمي هاتين. العبارة شديدة ودقيقة جدا، ألا إن أمر الجاهلية موضوع كل مقاييس الجاهلية ونظم الجاهلية وشرائع الجاهلية. والجاهلية لا تعني الجاهلية الأولى، لأن الناس كلها بتصرف على الجاهلية أبو جهل وأبو لهب. الجاهلية يا إخواني كل ما خالف حكم الله. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليه سماها الجاهلية؟ لصدورها عن جاهل، بل لو قلنا جهل نبقى مدحناه كمان، لصدورها عن ظلوم جهول، وده وصف لكل بشري. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الروح وهذا التشريع، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ لما يقول ظلوما جهولا صيغ مبالغة، على وزن فعول، وصيغ المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحد عنت الخمسة، فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أو الحكم. وضح المعنى؟ كيف نجعل شرعة إنسان ظلوم جهول تقدم على شرعة العلم الخبير؟ هذه كارثة. لذا قلت تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم القوم يوقنون. أنت عندكم حكم الله، عندكم حكم الله، شرع الله، كيف نقدم عليه غيره؟ شرع من؟ شرع إنسان ظالم جاهل؟ وهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ يجي من فين؟ إذن ندرك هذا المعنى الخطير. فلما يقول ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدميتي، وضع وبين مثل، قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، كل صور ربا، وأول ربا أضع ربانا، ربا أهل بيتي، ربا العباس بن عبد المطلب عمه. ألا إن دماء الجاهلية الثأر، والقصة القديمة الحديثة التي ما زالت، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع دماءنا، دماء ابن عم الحارث كان مستضعف في بني في هزيل، قتلت هزيل. هذا المعنى الخطير جدا، أمر وضعه رسول الله تحت قدميه، ننبش نحته تحت قدميه ونخرجه من تحت قدميه، نضعه فوق رؤوسنا ونقدسه ونقدسه ونعظمه وعلى شريعة ربنا نقدمه، كارثة كارثة. يبقى كل مقيس الجاهلية، كل نظم الجاهلية، كل صور التصيف عند الجاهلية الإسلام لغاها، خلاص انتهت القصة، أصبحنا جميعا إخوة تجمعنا أخوة الإسلام وغيرها. لا، إذا انتفت هذه الأخوة وانتفت تبعاتها من الحب والتعاطف والتراحم بين المسلمين انتفى الإيمان أصلا. لذا جاء نص القرآن ينفي الإيمان بانتفاء الأخوة، وجاءت نص الحديث ينفي الإيمان بانتفاء توابع الأخوة المحبة. فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وإنما تفيد الحصر، أي ليس للمؤمن وصف إلا الأخوة، ومعنى الحصر إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، لا إيمان بالأخوة،
فإن انتفت الإخوة انتفى الإيمان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. لا تؤمن حتى تحاب، يبقى إذا انتفى الحب المؤمنين انتفى الإيمان. ومحبة أهل الإسلام محبة للقاصر والداني، والقريب والبعيد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى. ومنا أن نحب كل مسلم ونقدسه لإسلامه لإيمانه. وإحنا كلنا قاعدين نتنطط ونتنطع ونقول يا سلام ربنا عاتب رسول الله في عبد الله المكتوم، وننسى هذه الحقيقة. ومش عاتبه، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يخطئ حتى يعاتب. اللي قال عاتب رسول الله المستشرقين، وده من سوء أدبهم. لما قال تعالى عبس وتولى ما عاتب نبيه، لكن رب العباد ذكر لفظ مهذب جدا عالي جدا في نهاية القصة، قال كلا إنها تذكر. هو ذكر نبيه ليه؟ لأن الرسول آثر ما يرضي الله من وجهة نظري على أمر بسيط في الدين وكله الإمام عبد الله مكتوب. فرصة له أتيحت أن يلتقي بسادات قريش، والاجتماع بهم ده كان أمر صعب جدا ونادر جدا، لكن وقع. والنبي تمنى حتى يدعوهم لعل الله أن يغير من واحد، وكلهم صناديد، أي واحد من المسلم هيبقى أمة يضيف للمسلمين قوة جبارة. واضح المعنى؟ والنبي يعلم هذا، هو الذي قال في حديثه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. والذي دعا قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الأمرين إليك. فهذه قوة. أبو جهل كان قوة، أبو لهب كان قوة، وغيرهم، عتبة كان قوة، شيبة كان قوة، عقبة بن مطيع كان قوة في قريش، دول صناديد. فالنبي لما يعني ييسر الله له لقاء مع دول، وفي اللحظة يجي عبد الله بن مكتوم عايز يسأله سؤال في الدين، فيعرض النبي عنه يكله لدينه وإيمانه، عارف أنه مش هيتغير حتى لو تركه، ويؤثر دعوة هؤلاء رغم ما فيها من جهد ومن معاناة ومن يعني هؤلاء بس رؤيتهم تقرف، ومجالستهم أشد يعني بلاء، ومع ذلك آثر كل هذا أملا في أن يؤمن واحد ولا واحد منهم. ما فعله حد يخطئه؟ الشريعة ما خطأت، لكن الله بيّن له أن عبد الله مكتوم الأعمى ده جازمته بكل دول، ده واحد مؤمن، ليصبح هذا المقياس باق في الأمة إلى قيام الساعة. إن ولو أعجبك هيئة المشرك وقوته وجبروته وطغيانه وماله وسلطانه، هو في ميزان الله لا يساوي جزمة مسلم، ويبقى الحكم باقي إلى قيام الساعة. المؤمن مؤمن والمسلم مسلم، ولا يفضل عليه كافر مهما عظم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عقولكم راحت فين؟ قلوبكم راحت فين؟ وقال في أخرى: أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يقارن المصلح بالمفسد؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ في شوش المقارنة أصلا. فكيف نرفع هذا على هذا تحت دعوة الجهلية أن ده عمي ولا خالي ولا جدي ولا شيخ القبيلة بتاعتنا ولا رئيس البلد بتاعتنا، ها، وننتصر الله بالحق الباطل؟ هذه كارثة، كارثة كبيرة، بل للأسف الشديد وقع فيها آلاف المسلمين الآن. استحلت بها الدماء، استحلت بها الأعراض. الله، ما دام مش من بلدي ولا حلال لي نقتله عشان تخطى الحدود؟ حلال لي أننا نستحل عرضه وماله وصدر ماله؟ من أحل للناس هذا؟ المسلم مسلم في أي بلد كان، وكل المسلمين مطالبين أن عمل إسلامه. المعنى الخطير ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم من نفسه ولا يسلمه لمن يظلمه. فجاب الاثنين اهو: لا يظلم بنفسه ولا يسلم ولا يخذله امام عدوه، امام غير المسلمين. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ده حقه.
اللي رب عباد أعطاه له والنبي صلى الله عليه وسلم بينه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. إذن ندرك هذا المعنى. ثم مثل، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أخ لنا يقتل في الهند لابد أن يسيء أنا كما يسيء أن أقرب الناس إلي. قتل في الأيغور، في الروهينجا، دماء المسلمين تتكاتف وتتكافأ. ما فيش مسلم درجة أولى نحزن عليه إن مات، ومسلم درجة عشرة لا يضرنا إن مات. المعنى خطير جدا جدا، ولابد المسلم من أن يتجه صدره إلى ربه ليرفع مقاييس الله وشرائعه فوق كل المقاييس. سيدنا موسى بن عمير في غزوة بدر أسر أخاه شقيقه، فقال لما أسره شد عليه وساقه اربطه كويس اوعى تسيبه. أخوه كان هنجان، ده مصعب أخويا، ده أخوي شقيقي ابن أم أبويا. قال يا مصعب أصابك من بعد شر؟ تنجنيت التوسط في دماغك، أنا أخوك شقيقك أنت بتوصي عليه؟ قال هو أخي من دونك. أخوة الإسلام فوق أخوة النسب، وصارت قاعدة الصحابة كلهم عملوا بها في حياتهم كلها. سيدة عائشة تأتيها أمها تزورها في المدينة، ترفض استقبالها، تقول يا رسول الله تستأذنه، أمي جاءت راغبة وهي مشركة، أأبرها؟ لسه على الشركة قائمة وجاية راغبة أن تزورني، ومش عايزة مش طايقة أشوفها حد، ها عشان كافر، أأبرها؟ قال بريها. في فارق بين البر وبين ان انا اعطيه فوق حقي، اقدمه على شرع ربي، اقدمه على شرع ربي. سيدنا سعد بن وقاص لما امه قالت له هفضحك واعمل لك فضيحه الدهر وتعير الدهر كله، ويقال سعد قاتل امه، ما لم ترجع عن دينك سانقطع عن الطعام، هعمل اضراب عن الطعام، لا اكل ولا اشرب لغايه ما اموت. أم، ها لو واحد منا ما كان يعمل ايه؟ أمي يا عم الشيخ اعمل ايه؟ أصغر لها الكفر يعني؟ أكفر بالله عشان كافر ومصر على الكفر؟ سيدنا سعد رد المسلم اللي فاهم القضية فاهم عادي جدا، قال والله يا أمي لو أن لك مش نفس واحدة، مئة نفس خرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت هذا الأمر. برك مش انك انت تحملين على الكفر بالله عز وجل، امنت عزاه ولا 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 اعتد بهذا الكلام، ولو كل الدنيا تحدثت ان انا يعني عملت لي فضيحه، الكلام ده لا يؤثر لان فعلت هذا لطاعه، ويكفي ان الله يرضى. لو كره الناس جميعا وغضب الناس جميعا هل يضرني ذلك في شيء ما دام ربنا راضي؟ رحم الله رب العدوية لما نادت ربها وتقول ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليتك ترضى والأنام غضاب، كلهم غضبانين. فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. معاني خطيرة جدا. فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا ندرك هذا المعنى لما يقول ويل المطففين، كل واحد يراجع نفسه فيما يطفف من مقاييس، في مقاييس مادية أو معنوية أو معنوية، والجانب المعنوي الناس كلها تهمله، ونركز تركيز شديد عن التطفيف بس في الكيل والوزن. سلامات، ده نوع من التطفيف، أنواع التطفيف كثيرة جدا. لو انت من اولادك، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس امام الصحابه ومعه ولد وبنت صغار اطفال،
فوضع الولد على فخذه والبنت جنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدلت بينهما. ده تطفيف، عشان بنت حطيتها جنبك وعشان الولد حطيته على رجلك، وصلت في هذه في هذه، بل حتى التطفيف النظر. قال أهل العلم: من نظر إلى إحدى زوجتيه بعين الرضا مسرور، وللأخرى بعين الغضب فهو جائر. في النظر في النظر، في القضاء في القضاء. ولذلك أجمع الفقهاء إن أي قاضي يدخل ساحة القضاء لو نظر لواحد بعين الرضا والثاني بعين الغضب فهو جائر قبل حكمه. مش نظرة عينه بس، حتى ميل قلبه يستلطف واحد ما يستلطفش الثاني. عد هذا من جوله. حتى لفظه نادى واحد باسمه الثاني بكنيته، عد هذا جور في الحكم وتطفيف. حتى هذا علي بن أبي طالب يختصم مع رجل من الكتاب إلى عمر الخطاب. فسيدنا عمر لما دخل بين ذي قال: اجلس علي واجلس اجلس ابا الحسن واجلس فلان. سيدنا علي غضب غضب شديد من قبل يحكم، من قبل حكم، مع انه سمع البينه. سيدنا علي كان السيف سيفه، والمشرك ادعى انه سيفه، لكن سيدنا علي ما عنده شويه. فحكم عمر للكتابه على سيدنا علي، ولا سيدنا علي لسه غضبان. قال له: اغضبك حكمي؟ قال: لا، بل اغضبني جورك، مش علي، على الكتابي. في ايه؟ قال: حين دخلنا عليك فناديتني بكنيتي وناديته باسمه، فهل لا كنيته حين كنيتني، او سميتني حين سميته؟ فاستغفر عمر على الاسم والكنية. هذا سفيان بن عيينة. الله يخلنا حاجة تحير، سبحان الله، ناس ربوا على هذا الواحد. سفيان حفظ القرآن عمره 4 سنوات، يقول: أبي لما بلغت عمين وأحسنت الكلام كان يحفظني في اليوم 10 آيات، 5 أول نهار و5 آخر نهار، فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. اللي حفظ القرآن عمره 4 سنوات ده يبقى شكله إيه؟ ما في كتاب من كتب الحديث لم يحفظه. لو قال سفيان بن عيينة عن حديث لا أعرفه مش حديث. يوم أن مات عبد الله المبارك يقول: دفننا اليوم ثلث العلم. سفيان بن عيينة أخواننا كان قاضي، وارتقى حتى صار قاضي القضاة عن وزير العدل. فلما حج وقف الناس معه بعرفة بمعرفة، وحانت ساعة النفرة، الناس نفروا فرحانين جزيلين أن الله من عليهم بالوقوف بعرفة والظفر بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم الله الفري. خلي بالك، يوم عرفة يوم مشهود، حتى لما أقسم الله أقسم به وشاهد يوم مشهود، فهو يوم مشهود. الشاهد يا إخواني، لما حانت ساعة النفرة وقف سفيان بن عيينة يبكي وينحب ويتضرع لله عز وجل ويقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. خايف حجاج جماعة اللي يقبلوا بذنبي. أنا شخصيا يعني الكلمة حقيقة ملفتة جدا، حيرتني. إيه ذنب سفيان اللي ارتكبه عشان يخشى ألا يقبل الحجاج بذنبي؟ قعدت أتبع في حياته عشان أوصل لحاجة، بس لم يصرح بذنبه إلا عند احتضاره. لما حضرته المنية جاءه جمع العلماء وأخذ يذكروه بفضله وعلمه وخلقه وحسن وإحسانه للناس جميعا، بل ذكروه بالقضية الخطيرة العدل. قالوا: أبشر يا سفيان بما يسرك، فوالله ما جربنا عليك ولا أحد مسلمين جورا في قضاء قط. ما في بني آدم يستطيع أن يمسك عليه جور في قضية واحدة. عندها انفجر في البكاء. قال ما بكيك؟ قال: قضية واحدة. فعمره كله قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب.
فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير. ده خليفة المسلمين رجل المسلمين والتاني رجل كتاب. ففرق بينه في ميل قلبه أبن القضية. قال مع أني لما سمعت البينة حكمت الكتاب على الخليفة، مش حكمت بس، وألزمت الخليفة برد الحق. حكم الكتاب وألزم الخليفة برد الحق ولسه بيبكي ليه؟ قال ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي، على ميل قلبي قبل حكمي. فما بالنا باللي رايح جاي عمال يكذب، واللي رايح جاي عمال يظلم. أنا شخت هذه المعاني حتى ندرك أن قضية التطفيف يهن قضية في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قاتلة، والوعيد يعم الكل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عايز حقه بزيادة، يستوفي مش حقه بس، لا وبزيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ما فيش واحد لحق يدوله كامل أبدا، ده مادة ولا معنى. ثم عقب تعالى بعبارة عجيبة، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما عندهمش مسحة ظن وفكر وتخيل أنهم يبعثون. الظن هنا على معنى الأصل، ظن وحسب وخالة تفيد الشك، لأن ظن لا تتحول من الشك لغلبة الظن إلا إذا جاء بعدها أن مخفف، فإن جاءت بعدها أن مشددة عنت اليقين. ولها هذه المعاني الثلاثة في القرآن كله. يبقى وتظنون بالله الظنون يبقى على أصلها، ها؟ إن بعض الظن اسم على أصلها، لكن ظن أن لا يحور يبقى غلب على ظنه، تفيد الترجيح. ظن أنه الفراق جاءت أن مشددة يبقى أيقن، خرجنا من دار الشك تمام. وضحت المعنى الثالثة موجودة في القرآن كله. هنا قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما عندهمش ذرة يقين إن في بعث، أنهم نقلت الظن من على بابها إلى اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ اليوم مش عادي يا إخواننا، وإحنا مش عايزين نفصل عشان إخواننا اترعبوا اليوم نشرح في يوم القيامة، ها؟ وقال لك يا عم الشيخ عايزين الجنة، واضطرينا امبارح نشرح الجنة عشان نخفف عنا شوية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يا إخواني المسلم مطالب مع كل عمل ينظر إلى يوم القيامة، ما وضع هذا العمل في ميزان؟ هل لسق الحسنات ولا سق السيئات؟ فإن كان ممن تسقل بالحسنات يحمد الله ويسأله دوم التوفيق ويسأله القبول، وإن كان مما تسقل به السيئات يلزمه التوبة والاستغفار أول بأول، أول بأول. المسلم مطالب أن ميزان يوم القيامة لا يغيب عنه لحظة في كل عمل يؤديه. سامحونا أنا مش عايز أطيل اليوم لأني لسه ورايا سفر، خطبة الجمعة، أبو الشيخ عمال يقول لي يلا يا أبويا ما جبتش شنطتك ليه عشان تلحق تمشي. سامحونا بقى عشان لا أطيل أكثر من ذلك، لكن السورة كانت تحتاج لتفصيل طويل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الكل حيقوم لكن لن يحكم بيننا إلا رب العالمين، الحكم العدل اللي يحاسبنا مش فقط على أعمالنا وأقوالنا الظاهرة، بل على كل ما أخفته صدورنا. ولذلك سورة الطارق والأخ الكريم قرأها أشارت لهذا المعنى حين قال تعالى يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر إمتى اليوم تبلى السرائر، يعني تبلى السرائر يعني كل ما أسررت سيظهر للعلن، للعلن
وكل الناس يرون يوم تبلى السرائر فما لهم قوة ناصر. ما في حد هيستطيع أن يكتم شيئا مما كتمته أو يعينك على كتمانه. يوم تبلى السرائر، مش هتبلى بس، ده الفضيحة يا أخوانا مش في إنها تنكشف بس، ده هيجيبوك بنفسك وبجسمك وبطولك وبعرضك وإنت بتنفس ما تنفس، ويظهر الله حالة تنفيذك ما بداخلك، وتبقى الفضيحة بجلاجل. يرى هذا زوجتك وأولادك وإخوانك وخلانك وأبائك وأجدادك وأسف وأحفادك، مش واحد ولا اثنين، والبشرية جمعاء. واحنا فاكرين ان رب العباد بس فقط مجرد ان الملكة بتكتب، لا مال، لا ده مع الكتابة وكتابة الملائكة مش كتابة احد، والكتابة تشمل الظهر الباطن. نص الحديث ان الله كتب، قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي اذا هم عبدي، الهم فيه في القلب، اذا هم عبد الحسن وعملها فاكتبوها، فكتب الهم، ودم كتب الهم يبقى كتب ما بعده، الهم والعزم والاراده والفعل، كل ده مسجل، كل ده مسجل. همك درجته قد ايه؟ 5% ولا 50% ولا 90%؟ عزمك شكله ايه؟ ارادتك شكلها ايه؟ كل هذا مسجل، وعليه اما ان يرفع اجرك او ينزل. فالهم والعزم والإرادة كل هذا يسجل، ده الملائكة بيسجلوه وهيجي يشهدوا يوم القيامة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما الفظ المقول إلا لديه رقيب عتيد، مراقب دقيق جدا. بعدين الناس فهم أن رقيب على اليمين وعلى الشمال عشان نلعب معهم، لا ده كلا الملكين رقيب عتيد. إحنا الآية فيها حذف، حذف من بلاغة العرب، فمعنى الآية أي ما الفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما الفظ من شيء في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. لكن رب بهذا اختصر كلامه كله في، وحذف كل الإطناب ده في كلمتين، ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصل معنى غير الرقيب العتيد ده. رب العباد يصف المشهد فيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يحضرني رؤية رأى أحد التابعين لأحد أصحابه قال لما مات رأيته بعد، سألت الله أن يريه إياه حكمان عليه، فرأيته بعد عام يتصبب عرقه، قال الآن فرغ ربي من حسابي. قلت ما شاهده؟ قال الآن فرغ ربي من حسابي، لقد سألني عن النقير والقطمير والإلحاف والفتيل، حتى سألني عن عود، عود من حطب اللي جاري حملته له، أخذت العود نظفت بأسناني، فعن العود سألني ربي. فكرش مسألة سهلة، كلها مسجلة. لذا يقول وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أحصاها. يعقب تعالى فقل ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني يوجد ما عملوا حاضرا، مش شريط تسجيل وفيلم احنا بنصور دلوقتي، ووصلنا المرحلة ان احنا نطور التصوير ونعمل ابعاد ثلاثية ونجيب لك الصورة من جنبين ثلاثة، ها لا، ده رب العباد هيجيب من آدم يوم القيامة ليرى نفسه هو يعمل ما كان يعمل حال عمله في الدنيا، مش تصوير، لا حي حي. فتخيل لما تشوف نفسك وانت بنفسك بتنفذ، وعينك عمال تلعب يمين وتلعب شمال، ولسانك عمال تلوح من شمال، ونفاقك يظهر، وما اخفيته من حقد وغل يظهر امام ناس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، فضوح يوم القيامة رهيب جدا. وفي هذا يقول تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، يعني ما خطر ببالهم ولا دخل في حساباتهم أصلا أن الله يظهر هذه الحقائق بهذا الشكل، بهذا الشكل. فأخواننا المسألة كبيرة وكبيرة جدا. ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، المربي اللا يعجزه شيء،
تفصيلات حياتك عنده مش متسجلة مكتوبة بس، لا ده متسجلة التنفيذ العملي حي كما هو، مش صورة فيلم احنا اكتشفنا الفيلم عندنا نستطيع نعمل فيلم وصور ونجيب ابعاد ثلاثية، لكن رب العباد هيجيبك كما انت بحالك وانت تنفذ في نفس الجو اللي حواليك في نفس المكان، تفرج على نفسك والناس تراك على هذا المشهد ووجدوا ما عملوا حاضرة. قال ولا يظلم ربك احد، ما في واحد في هذا العرض يظلم ولو مثقال ذرة، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ان الله لا يظلم الناس شيئا. انت امام الحكم العدل، امام الحكم العدل. ضعوا هذه المسائل يا اخواني في حساباتكم الليل قبل النهار، فلا يقضي على التطفيف عندنا الا ذكر الاخره، ولا يفتح باب التطفيف وما بعده الا نسيان الاخره. لذا قال الا يظن اولئك ان مبعوثون ليوم عظيم، يوم يكون الناس رب العالمين، كلا إن كتاب الفجار في السجين وما أدرك ما السجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم عقب فقال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اللي كذب بيوم الدين فتح لنفسه كل أبواب العدوان على الغير، التطفيف يصل به لحد العدوان، مدام لي حق عايز أخذ حق بالظلم والعدوان، من اعتبرته حق حظي محقده، اعتبرت حقي وبررت لنفسي اخذ حق غيري استحله واسعى لاخذه بالقهر وبالظلم وبالحيله وبالخداع وبالمكر، كل ده اسمه عدوان. وما يكذب به الا كل معتد، ما قالش قاسم، قال اسيم، صيغه مبالغه غزل فعيل، فكل صور الاسم تتصورها منه، كل من ارتاب في أمر الآخرة توقع منه كل صور العدوان وكل صنوف الآثام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من التطفيف بكل صوره وألوانه، وأن يرزقنا إياكم العدل والقسط في كل أمورنا قليلها كثيرها. اللهم اجعلنا قوامين بالقسط شهداء لك، واجعلنا قوامين لك شهداء بالقسط، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. إذا صدق في التوبة وأقلع، شرط التوبة الإقلاع، أن يندم وأن يقر بذنبه وأن يستغفر الله ويستند في الاستغفار. مش قلت استغفر الله مرة يبقى خلصت، ده أنا كل ما أذكر ذنبي ولو بعد 100 سنة أستغفر منه. ما ممكن أستغفر دلوقتي وأول ما أذكر بعد كده ياه يا ريتني كنت كملت. ضاع الاستغفار وضاعت التوبة. الشرط الثالث الإقلاع بالفعل، الإقلاع بالفعل، مش يا أبقى أستغفر بس استرني كمل لي السرقة دي، مكني من أعتدي على فلان ده. وضحت؟ مش توبة دي، التوبة شرطها الإقلاع. وضحت؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني لكم توبة صادقة، توبة نصوحة. يا الذين آمنوا توبوا الله، ما توبة التوبة النصوحة، عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل التكفير مرهون بشرط إيه؟ النصح في التوبة، الصدق فيه. أسأل الله يرزقكم لكم توبة نصوحة صادقة خالصة لوجه الكريم يرضاها ويرضى بها عنا. أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم بترك المعاصي ما أبقانا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا نتكلف ما لعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا. سامحونا أنا عندي الخطبة اليوم في تورنتو في أبو هريرة، وغدا السبت كله في تورنتو إن شاء الله تعالى، والأحد فجر الأحد، وسنرجع مرة أخرى يوم الأحد عشاء يكون درس معكم، هنواصل معكم الأحد والاثنين، الثلاثاء والأربعاء الثلاثاء برضو معكم، الأربعاء والخميس والجمعة هيكون في ماك ICCO، الأربعاء والخميس وخطبة الجمعة، الجمعة مساء هيكون في هاملتون مسجد الجبل، وإن شاء الله هنكون معكم السبت والأحد، يعني هنعلن عن بقية المحاضرات الأسبوع القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.